مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا بيكم في لايف جديد. كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. احنا معاكم النهارده داخل قصر البارون. قصر البارون تحفه معماريه بتقع في منطقه من ارقى المناطق في القاهره، منطقه مصر الجديده وبالتحديد في شارع العروبه. وهو قصر البارون ده من احد القصور التاريخيه في مصر. بيتمتع قصر البارون بطراز مستوحى من العماره الهنديه، وشيده المليونير البلجيكي البارون ادوار امبان في 20 سبتمبر عام 1852. واختار البارون الطراز الهندي لتصميم القصر، وده علشان هو كان بيعيش في الهند في الوقت دوت، وجاء إلى مصر في نهاية القرن ال19، وبعد وقت بسيط من افتتاح قناة السويس وكان إدوار إمبان بيحمل لقب بارون، وده كانت منحة من ملك فرنسا تقديرا له لمجهوداته في إنشاء مترو باريس. وزي ما حضراتكم شايفين كده معظم التماثيل اللي موجودة في مدخل القصر على الطراز أو الشكل الهندي. من حب البارون إمبان لمصر وعشقه ليها قرر ان يبني محل اقامته بها، واختار البارون مكان القصر، وده كان في منطقة صحراء بالقرب من القاهرة. وبالفعل عرض البارون على الحكومة المصرية إنشاء حي كامل في شرق القاهرة، واختار لها اسم هو هليوبلس، أي مدينة الشمس. ممكن ده من الحاجات اللي احنا لاحظناها، ان القصر جميع الغرف بتاعته لا تغيب عنها الشمس، وأصبح القصر من أفخم القصور الموجودة في مصر على الإطلاق. وطبعا فكرة إنشاء القصر استلهمها من معبد أنكور وات في كمبوديا، والقصر ده صممه المعماري الفرنسي ألكسندر مارسيل، وزخرفه جورج لويس كلود. وقصر البارون اكتمل بناؤه سنة 1911، وهو من الداخل حجمه صغير فهو لا يزيد عن طابقين، بيحتوي على 7 حجرات فقط. الطابق الأول عبارة عن صالة كبيرة و3 حجرات، منهم 2 للضيافة، والتالتة استعملها البارون كصالة
للعب البلياردو. أما الطابق العلوي فتكون من 4 غرف نوم، كل حجرة حمام ملحق بها، والأرضية بتاعة القصر مغطاة بالرخام وخشب الباركيه. في سنة 2005 تم شراء القصر من قبل وزارة الإسكان وتم تسليمه للمجلس الأعلى للآثار. وتم ترميم القصر بمبلغ تراوح 175 مليون جنيه. وزي ما حضراتكم شايفين كده، هو ده شكل القصر بعد الترميم بالحديقة بتاعته اللي احنا شايفينها. والقصر طبعا أصبح وجهة ومزار للمصريين والعرب والأجانب للاستمتاع بالطراز المعماري والتقاط الصور التذكارية. داخل أحد القصور التاريخية واللي يتخطى عمره إلى أكتر من 100 سنة، شاهد على أحداث وحقب كثيرة. على الرغم من هذه الضخامة والمساحة الشاسعة اللي بتميز بيها قصر البارون، إن القصر لا يحتوي إلا على 7 حجرات فقط كما ذكرنا لحضراتكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع. ما زلنا معكم داخل قصر البارون، أحد التحف المعمارية واللي صمم على الطراز الهندي. زي ما حضراتكم شايفين مساحات خضرة كبيرة جدا في محيط قصر البارون.
مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، بنشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم في لايف جديد من داخل قصر البارون. شكرا على حسن المتابعة، وانتظرونا في لايفات أخرى على مدار اليوم.